احنا دخلنا الفلك، احنا في الطابق الاول، احنا سمعنا انه ده من هنا لحديت انت وين لامس. أيوة. المسامير ده العرض بالظبط كده. فطبعا ده قوة جبارة اللي تخلي القارب يعني يمشي على المي بطريقة بالظبط ويتحمل الأمواج بالظبط كده. والخشب اللي مصنوع منه مغطى زي ما قلنا، والسمك بتاعه ضخم زي ما انت شايف، وعاملين زي فجوات اللي فده بس عشان يورينا العرض بتاعه تخن الفلك يعني. ده السكشن ده مقصود بيه الطيور اللي كانت موجوده، ده زي مخازن مخازن للاكل، لانهم قعدوا 371 يوم. دي بقى الاقتراح للتخزين، دي عباره عن اواني فخاريه، والفخار طبعا كان معروف في الوقت ده، ودي ممكن يكون تخزين الحبوب فيها، ويقدروا ياخدوا منها علشان يغذوا الطيور اللي موجوده في هذا المكان. انا عاوز اطلع يعني شوف المسار المسافه البعيده يعني. وده كله في المقاييس الكتابيه اللي الكتاب المقدس ذكرها. هنا ده في نموذج حاطينه ان نوح كان بيصلي للرب داخل الفلك، والوان الجلد بتاعهم مختلف عشان يورينا انه من عيله واحده تكونت كل مجموعات البشر، فبيورينا ان كل التركيبه الجينيه كانت موجوده في هذا المكان. كمل هنا، دي صوره للمخازن للحبوب، ده احد التصورات زي ما قلت الكتاب المقدس لم يشرح لنا ذلك، لكن دي احد التصورات. ودي حاجات للميه، دي بتهيألي كان يحطوا فيها الافاعي او الحيوانات الصغيره. وفي وسيله للميه انها تدخلهم، والاكل بيدخلوا المي، ولما بتكون في اوساخ في فتحه كده عشان تنظف هذا الحوض، بيفتحوا كده بيفتحوا الفتحه وبينزل منها طبعا الروث او المي طبعا الوسخه. طبعا بيتطلب ساعات انه نتكلم عن طبعاً المخازن الأكل والشرب لمدة سنة أو أكثر من سنة، 371 يوم. الكتاب المقدس ما شرح لناش هذا الجزء بالتفصيل، كل اللي قاله اعملها مساكن، اعملها كيجز، لكن ده أحد الحاجات المقترحة، أن الطيور مثلا تبقى هنا وتتحط لها الحبوب وتنزل تتقدم لها في هذا الجزء، فما تحتاجش أنك كل يوم توكلهم واحد واحد، انت تحط الحبوب هنا، والمية بتتحط في حاجة فخارية من هذا النوع، وفي فلة هنا، وبينزل في هذا الإناء. الروس بتاع الحيوانات بينزل في مدرجات بهذا الشكل، وبعدين يبقى في قناة واحدة يتجمع منها هذا الروس، وفي وسيلة فوق بتورينا ازاي ممكن يتخلصوا من هذا الروس من في الفلك. لانه طبعا كان السؤال انه 8 اشخاص كيف ممكن يقوموا بحجم ضخم من العمل مثل هذا العمل، فاكيد في حاجات وسائل. لا مش ممكن، اذا بسيطه قوي، لان كل دي ممكن تتملي مره في الاسبوع مثلا يعني. والميه كذلك، فهم مش محتاجين كل يوم يعملوا هذا الكلام. والخشب من البامبو اللي طبعا بيكون فيه زي فتحات اللي الوسخ طبعا بينزل منه بالظبط كده، ده لتحت، وبعدين ده للتهويه كمان والاضاءه اللي هتدخل للطيور اللي هنا، لانه ده المنظر بتاع الطيور. ده احد الحاجات المقترحه، زي ما قلت الكتاب المقدس ما اعطيناش تفصيلات هذا، لكن ده احد المقترحات. وبنشوف كمان يعني من هذا المنظر يعني الاقفاص الاكبر بغدوهم، وطبعا ده لما بينزل منه الروث، شايف هنا بينزل من هنا بينزل هنا، بينزل لتحت كمان كده بالظبط، يتجمع كله مره واحده بالظبط، ما يحتاجوش يفتحوا القفص وينظفوه وبعدين يدخلوا الحيوانات تاني. جينيوس يعني، كان طبعاً يعني فعلا ده احد الحاجات المقترحه طبعا زي ما قلت، لكن اقتراح مظبوط ومنطقي. وشوف الدور اللي فوق والدور اللي تحت، بينزل الوسخ هنا ينزل لتحت وبيجمعوا، والمجرى هنا بالظبط، ويقدروا يتحركوا بيه. فده نموذج للأجزاء اللي فيها التغذية وحفظ الطيور أساساً. يعني في هون حاطين زي كمان موديل للفلك بتاع نوح. فده التصميم المحتمل لفلك نوح
وبيورينا الأقفاص والأكل والمخازن والعيشة كلها. وفي هنا لوحة بتورينا الحيوانات والأعداد بتاعتها، مكتوب 1398 نوع، 6744 حيوان. هذا التصور تبعاً اللي كان موجود بالضبط